أخبار اليوم. في الوقت الحالي خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار، هل لها تأثير على المواد الغذائية وشبكة البقال ولا لا؟ هو ليه تأثير على أي سلعة بتستورد من الخارج طبعا، بس بالإضافة لتأثير سعر العملة يعني اللي انت بتستورد بيه احتياجاتك من الخارج، في عوامل تانية برضو بتتحكم في سعر السلع، وعلى رأسها دلوقتي حالة الركود اللي موجودة في السوق دي بتساهم ان سعر السلع ما بيرتفعش بالقدر اللي ممكن ترتفع بيه العملة اللي انت بتستورد بيه. المخزون من السلع اللي موجود داخل البلد برضو بيساهم ان انت ما بترتفعش السلعة بنفس المعدل بتاع ارتفاع سعر العملة، وبالتالي مش بالضرورة ان سعر السلعة يزيد بنفس معدل زيادة سعر العملة اللي زاد خلال الفترة اللي فاتت دي. بعض السلع اللي بتتأثر بصورة مباشرة اللي هي السلع سريعة الدوران اللي ما بقالهاش مخزون موجود في البلد، اللي بيدخل منها شحنات أو دفعات جديدة على أسعار السلع، السعر أسعار الصرف زي يعني والله ممكن الزيوت، لأن الفترة اللي فاتت دي كان المعروض منها واللي كان داخل كان قليل خلال الفترة اللي فاتت دي، وده اللي يعني يمكن ساهم ان الأسعار بتاعتها تزيد شوية. ممكن القمح طبعا، انت علشان بتستورد سلعة أساسية انت بتستوردها ومعظم استهلاك بتستورده من الخارج، يعني بعض مستلزمات الانتاج اللي انت بتستوردها علشان انتاج السلع محليا، كل ده بيساهم في زياده اسعار السلع بس بنسب متفاوته. يعني استاذ احمد، المردود بتاع خفض قيمه الجنيه دلوقتي او تعامل الجنيه زي ما بيتكلموا بشكل عام هيتاثر امتى، هيشعر بيه السوق البالي امتى، والمستهلك يشعر بيه امتى في السوق؟ والله مع النسبه برضه، ما انا بقول لحضرتك هي انت ما تقدرش تحدد الكلام ده كله علشان العوامل اللي انا قلتها، العوامل اللي هي الركود اللي موجود ده يمكن ده يعني بيحد شويه من ارتفاع الاسعار بصوره مباشره يعني، والمخزون اللي موجود من السلعه اللي احنا بنستوردها من الخارج. فانا شايف انه ممكن ياخد وقت شويه ان اسعار السلع وان بدا يعني، انما ان هي النسب تزيد، نسب ارتفاع الاسعار تزيد، هتاخد وقت شويه. مثلا شهرين يعني مش اقل من كده. الزيوت احنا قلناها بس علشان الفتره اللي فاتت دي كان فعلا فيها ازمه ونقص شديد في المعروض منها. بعض انواع المنتجات الالبان زادت بنسب 3-5%، بعض المعلبات زي التونه وغيرها زادت برضه خلال الفتره الحاليه. بس يعني انا بقول لحضرتك حتى نتيجه للركود التجار وحلقات تداول السلع نفسها بتستوعب جزء من الزياده دي في سبيل ان هم يزودوا مبيعاتهم ويحرروا السوق. فهي سلعة مش أساسية، ما هيش يعني، فحتى نسبة دورانها أو استهلاكها بسيط يعني ما بيبقاش مؤثر في مجمل المبيعات بتاعت التجار يعني.